صباح الخير لكم مشاهدينا ببرنامج اليوم يلي بطلع عليكم بحلقة جديدة فيها الكثير من الأخبار والكثير من المعلومات المفيدة. اليوم بالإضافة للجولة على أبرز تطورات الساعة على الساحة العربية والعالمية راح نطلعكم على أخبار منوعة ودراسات صحية وغيرها. حقيقة صادمة عن معدلات الرضاعة الطبيعية في العالم كشف عنها تقرير سنوي لمنظمة اليونيسف بعدما أنقذ حياة ملايين الأطفال على مدى 60 عام. مواطن أسترالي الجنسية يعتزل موهبته الفريدة بالتبرع بالدم. وكمان رح نعرفكم اليوم عن الصلة بين السكريات والسلوك العدواني للطفل. أما ضيفنا لليوم الدكتور نضال حباء فرح يحكي لنا ليش المدخنين الشبان أكثر عرضة للإصابة بالجلطات. ومنذكر بإمكانية متابعتنا أيضاً مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن فيسبوك وتويتر وأيضاً عبر قناتنا على اليوتيوب. نبدأ برنامجنا بالأخبار العربية والعالمية. بعد يوم واحد من قتل متشددين ما لا يقل عن 13 شخصا في هجمات انتحارية استهدفت كنائس في سورابايا، قالت الشرطة الإندونيسية إن انفجارا وقع صباح اليوم في مبنى للشرطة في المدينة. وأوضحت الشرطة أن الانفجار نجم عن تفجير سيارة مفخخة. قال العميد الركن عبد السلام الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن إن قوات التحالف بدأت عمليات عسكرية واسعة وكبيرة باتجاه مدينة الحديدة. وأشار الشحي إلى أن قوات المقاومة اليمنية بجميع أنواعها وفئاتها تشارك في العمليات العسكرية، إضافة إلى مشاركة القوات السودانية وبإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربية. في العراق وبحسب النتائج الأولية للانتخابات حققت قائمتا الفتح وسائرون مفاجأة بتصدرهما نتائج غالبية المحافظات العراقية أمام قائمة النصر التي يقودها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وحل تحالف سائرون الذي يتزعمه تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في المرتبة الأولى في 6 محافظات من أصل 18 وثانيا في 4 أخرى. فيما حل تحالف الفتح الذي يضم فصائل الحشد الشعبي المرتبة الأولى في 4 محافظات وثانيا في 8 أخرى. أما تحالف النصر الذي يقوده العبادي فحل خلف الفتح وسائرون في جميع المحافظات ما عدا نينوى. بعيدا عن أخبار السياسة والإرهاب وتماشيا مع متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% لتعزيز دورها في أعمال التنمية الشاملة بالمملكة، وقعت أرامكو السعودية أمس مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لتأسيس مركز للأعمال بالجامعة يهدف لإطلاق برنامج تجاري واجتماعي مستدام ومتطور للمرأة السعودية. وأوضح المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية زياد المرشد أن مذكرة التفاهم تؤكد الدور الفاعل لأرامكو السعودية في تمكين المرأة وخلق الفرص والبرامج التي تساعدها في تطوير قدراتها من أجل تأهيلها للإسهام في أعمال التنمية الوطنية. تشير تقارير طبية حديثة إلى أن معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل بين النساء تتزايد باستمرار، وأن المرأة معرضة للإصابة بها بمعدل 3 أضعاف أكثر من الرجل. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم. 1% من سكان العالم هي نسبة المصابين بالتهاب المفاصل من الجنسين، فيما تتعرض 15% من النساء حول العالم لدرجة متوسطة من التهاب المفاصل حول سن 45.
كشفت تقارير طبية حديثة أن معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل بين النساء في تزايد، وأن هذا النوع من الالتهابات يصيب المرأة بمعدل 3 أضعاف أكثر من الرجل، كما يصيبها في سن أصغر. تشير التقارير الطبية إلى أن التهاب مفاصل العمود الفقري هو أكثر انتشاراً في المناطق الحضرية، وأنه يصيب صغار السن أيضاً وليس الكبار فقط. وبحسب الباحثين، فإن عدة عوامل تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، مثل السمنة والاستعداد الوراثي ونمط الحياة والعادات الغذائية والحوادث والإصابات. فقد وجدت الأبحاث أن البدانة تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بنسبة 54%، وتأتي العوامل الوراثية كسبب ثاني بعد السمنة والوزن الزائد. كما يلعب التلوث ونمط التغذية في المدن دورا في زيادة معدلات التهاب مفاصل العمود الفقري، إلى جانب كثرة الجلوس في المنازل والمكاتب والسيارات. وتحذر الدراسات النساء خاصة في المدن من أن ارتداء الكعب العالي وقلة ممارسة التمارين الرياضية يزيدان حوادث وإصابات مفاصل القدمين والركبتين وأسفل العمود الفقري. وتحث التوصيات الطبية على ارتداء أحذية مريحة توفر الدعم الكافي وممارسة تمارين تقوية العضلات وتمددها مع تناول الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والزنجبيل والقرفة والأسماك والأفوكادو وزيت الزيتون. حقيقة صادمة عن معدلات الرضاعة الطبيعية في العالم رصدها تقرير سنوي صادر عن منظمة يونيسف، وهي أن هناك ما يقدر ب 21% من الأطفال في البلدان ذات الدخل المرتفع لا يرضعون طبيعيا أبدا. أما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط فإن معدل الرضاعة الطبيعية بها يبلغ 4%، على الرغم من أن حليب الأم ينقذ الأرواح ويحمي الأطفال والأمهات من الأمراض الفتاكة ويؤدي إلى تحسين معدل الذكاء والنتائج التعليمية. إذا كنت حاملا ولا تريدين لطفلك اكتساب وزن زائد عليك بتقليل شرب الشاي. فقد كشفت دراسة حديثة أن تناول 3 أكواب من الشاي يوميا خلال فترة الحمل يزيد من خطر إنجاب أطفال يعانون من زيادة الوزن. ووجدت الدراسة التي أجريت على أكثر من 50,000 من الأمهات أن النساء الحوامل التي تناولن أكثر من 200 ملغرام من الكافيين أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من زيادة الوزن خلال سنواتهم الأولى. إذا كنتم تلاحظون أن أطفالكم يتصرفون بعدوانية عليكم بالاهتمام أكثر بنوعية طعامهم. فقد أثبتت عدة دراسات وتجارب أن إدخال تعديلات على النظام الغذائي يحسن بشكل كبير السلوكيات العدوانية غير المرغوب فيها لدى الأطفال الميالين إلى العنف. ويتم تعريف السلوك العدواني في المرحلة الابتدائية وما بعدها، ويتسم بميل الطفل إلى تدمير الممتلكات والضرب، ويأتي السكر على رأس قائمة الأطعمة التي تزيد ميل الطفل إلى العنف، وتتضمن القائمة الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة والمواد الحافظة المضافة والكافيين. بعدما أنقذ حياة ملايين الأطفال على مدى 60 عاما، اعتزل مواطن أسترالي الجنسية موهبته الفريدة بالتبرع بالدم. وظل جيمس هاريسون طوال هذه السنوات الطويلة متبرعا بدمه بصفة أسبوعية، وهو ما ساهم في إنقاذ حياة 2.5 مليون طفل تقريبا، نقلا عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وتبرع هاريسون البالغ من العمر 81 عاما بدمه أكثر من 1,100 مرة منذ أن كان عمره 21 عاما. ولأن دم جيمس هاريسون يتميز باحتوائه على أجسام مضادة فريدة لمقاومة الأمراض، فإن المستشفيات تلجأ إليه لمحاربة الريسوس، وهو مرض يهاجم فيه دم المرأة الحامل أطفالها الذين لم يولدوا بعد.
بذلت أسرة الطفلة السعودية دينا العبادي جهدا كبيرا على مدى سنوات لعلاجها من عيب خلقي في الحبل الشوكي، حتى تلقوا نصيحة بتجربة علاج مختلف وهو ركوب الخيل. وبعد 30 جلسة علاج بركوب الخيل، قال مدربو الطفلة دينا إن حالتها تحسنت بشكل كبير، وإن التدريب المكثف أدى لتقوية عضلاتها وأصبحت أكثر اعتمادا على نفسها. أحب أذكركم مشاهدينا أنه برنامج اليوم يبث مباشرة أيضا على صفحتي تويتر وفيسبوك وعلى قناتنا في موقع يوتيوب عبر الرابط التالي. بعد هذه الجولة الإخبارية منتوقف مع فاصل ومنرجع لنبدأ أولى فقرات برنامجنا. أهلا فيكم مشاهدين عن جديد. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر واسم أكثر شيء يسعدك برمضان. نتابع بعض التغريدات. كيف يكون الإنسان سعيدا؟ واسم حقق انتشارا واسعا في تويتر، عبر المغردون من خلاله عن وجهات نظرهم بكيفية تحقيق السعادة.
التعلم الآلي التلقائي مشروع أطلقته شركة جوجل لتمكين الذكاء الاصطناعي من ابتكار ذكاء اصطناعي آخر في تطوير نظام رؤية حاسوبية يتفوق على أي نظام آخر. التفاصيل في سياق التقرير التالي. اختتمت جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، واستعرضت الشركة مجموعة من التقنيات والخدمات المبتكرة التي أبهرت الحاضرين لما تشهده هذه الابتكارات من تقدم وتطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتنوعت الخدمات التي تقدمها شركة جوجل بين خدمة محرك البحث والبريد الإلكتروني وخدمات الفيديو وبرامج الهواتف النقالة. وتتطلع الشركة إلى تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي على هذه الخدمات جميعها. But he'll be the best assistant you ever had. Can you tell me where you live? You can find me on all kinds of devices, phones, Google Homes, and if I'm lucky. المشروع الملفت في المؤتمر السنوي تمحور حول مزايا تساعد بدعم أكثر من 30 لغة حول العالم بحسب ما جاء في تدوينة نشرتها الشركة. ويدعم المساعد الصوتي 8 لغات في الوقت الحالي، ويعمل على مختلف الأجهزة من هواتف وحواسيب وأجهزة لوحية، بالإضافة إلى شاشات التلفزيون، بعدما كان متوفرا على جهاز واحد وبلغة واحدة فقط قبل أقل من عامين. الأبحاث التي أجريت في شركة جوجل على الذكاء الاصطناعي ما زالت بحاجة إلى منصة تجمع جميع مصادرها معا، وتشمل محركات البحث والأدوات وتطبيق الذكاء الاصطناعي. لذلك تعد تقنية الذكاء الاصطناعي في شركة جوجل طريقة لإضفاء طابع ديمقراطي على أبحاثها. It's for four people. Four people when? Next Wednesday at 6 p.m. تنافست فرق أردنية لكرة القدم على جائزة غير عادية في بطولة خماسية بدون حارس مرمى في عمان، والجائزة هي سفر الفريق الفائز للبرازيل للقاء نجم كرة القدم العالمي نيمار. وتأتي هذه المنافسات في إطار بطولة نيمار جونيورز 5 السنوية العالمية التي تنظم في أكثر من 60 دولة حول العالم. خلاص ابو الوليد اخلص بطل بطل ابو الوليد بطل ايش من ده روح اطلع اطلع خلاص انا جاي اتسلم وصلت سلام العب سلام خذوه اذا تقطع جول قطع قطع جولة على الصحف العربية رح نستعرضها بعد هذا الفاصل. أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وصلنا الآن إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم، ونبدأ جولتنا الصحفية من صحيفة الوطن البحرينية والتي عنونت حركة عالمية للنساء في مهرجان كان. اصطفت 82 نجمة وامرأة عاملة في مجال السينما من بينهن رئيسة لجنة التحكيم في مهرجان كان كيت بلانشيت على درج مهرجان كان في حركة تضامن جديدة من نوعها للمطالبة بحقوق متساوية للنساء في الأوساط السينمائية. وأتت هذه المسابقة أو السابقة في تاريخ المهرجان بعد تكشف فضيحة المخرج الهوليوودي هارفي واينستين المتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب من قبل أكثر من 100 امرأة من بينهن نجمات سينمائيات
ومبتدئات. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية والتي عنونت جوجل تطلق خدمات رمضانية جديدة. أعلنت شركة جوجل عن إطلاقها خدمات جديدة على خدمة البحث لديها بمناسبة رمضان، حيث ستظهر معلومات عن الشهر الفضيل ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة بالمناسبة. كما كشفت جوجل عن منتج جديد يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط في الوقت الذي تستعد فيه الشعوب في جميع أنحاء العالم لحلول الشهر الفضيل. صحيفة الغد الأردنية عنونت المدخنون الشباب أكثر عرضة للجلطات. أظهرت دراسة جديدة أن المدخنين الشباب أكثر عرضة للإصابة بجلطات مقارنة بأقرانهم غير المدخنين بنسبة تصل إلى 88%. ولفتت الدراسة إلى أن من يدخنون قليلاً أي أقل من 11 سيجارة في اليوم كانوا أكثر عرضة للإصابة بجلطة بنسبة 46%، ومن يدخنون بشراهة أي بمعدل علبتين في اليوم على الأقل كانوا أكثر عرضة بمقدار 5 مرات للإصابة بالجلطة. صحيفة القبس الكويتية عنونت شريحة ذكية تغنيك عن حمل المفاتيح. أصبح بإمكان الأشخاص المعتادين على إضاعة مفاتيحهم أن يتخلصوا منها إلى الأبد وأن يبدلوها بشريحة ذكية جديدة توضع تحت جلد الإصبع تفتح الباب تلقائيا لدى تمرير اليد عليها. ويؤكد مصممو هذه الشرائح أنها آمنة ولا تبث أي معلومات إلا حين يمرر الشخص يده فوق الشاشات المخصصة. ومع صحيفة البيان والتي عنونت هليكوبتر على سطح المريخ في 2020، تعتزم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إرسال طائرة هليكوبتر صغيرة في إطار بعثة عام 2020 لوضع مسبار من الجيل التالي على سطح المريخ، فيما يمثل أول مرة يتم فيها استخدام مثل هذه الطائرات في عالم آخر. وذكرت ناسا أن الهليكوبتر الخاصة بكوكب المريخ ستعمل عن طريق التحكم عن بعد، ويبلغ وزنها نحو 1.8 كيلوغرام، وبجسم يعادل حجم كرة البيسبول. جولتنا على ما ورد في بعض الصحف بنستكملها مع مراسلتنا تريسي أبي أنطون لتطلعنا على أبرز العناوين في الصحافة اللبنانية. صباح الخير لإلك تريسي. صباح الخير عفراء، صباح الخير مشاهدينا، بنضم لكم من بيروت وجولة على أبرز المواضيع والأخبار يلي شغلت اللبنانيين. بيتحضر لبنان لاستقبال الشهر الفضيل، ولعل الفرحة اللي بيجلبها رمضان ساهمت نوعا ما بإخماد الغضب يلي ولدته نتائج الانتخابات. ورغم ذلك لا تزال بعض المناطق اللبنانية حتى يوم أمس تشهد على توترات على مستوى مناصري الأحزاب وتراشق بالكلام والاتهامات على مستوى الزعامات الحزبية والسياسية. ولا شك أن القواعد الشعبية لا زالت متأثرة بهذا الجو المحكون، وعلى منصات التواصل الاجتماعي يترجم بتحليلات للمواطنين أو مسحات تحجم من الطرف الآخر الخصم، فيما انطلق هاشتاج شو بنعمل بالملجأ. هذا الهاشتاج الذي يذكر كثيرا بالحرب اللبنانية، لكن المواقف تحته كانت هزلية نوعا ما، كما قال نشرب متة أو أرجيلة أو ناخد سيلفي. كذلك يستمر هاشتاج النائب المنتخب، لأن معظم النواب استقبل يوم أمس المهنئين بالانتخابات في داراتهم بعدما هدأت نوعا ما التحركات الشعبية العشوائية. استقبالات أرفقت بإقفال لبعض الطرقات وبعض من مظاهر الاحتفالات، لكن في بيروت كانت الاحتفالات بنكهة أخرى، إذ نظمت في أسواق بيروت يومي السبت والأحد فعاليات ترفيهية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. تخللتها مسرحيات كرمس للأطفال، حكواتي وأشغال يدوية وحتى فرق إنشادية. كذلك تمت إضاءة فانوس رمضاني كبير في بيروت وسط حشد من البيروتيين الذين تمنوا على منصات التواصل الاجتماعي أن تضيء شعلة النور قلوب المسلمين وجميع اللبنانيين.
هو بالتوازي مع التحضيرات لشهر رمضان الكريم، سواء بالإعلان عن المسلسلات الرمضانية يلي بينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، أو إزالة اللافتات الانتخابية واستبدالها بإعلانات خاصة بالشهر الفضيلة، أصدرت الحكومة مذكرة إدارية لتعديل دوام الإدارات والمؤسسات العامة خلال رمضان على أن تكون أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، ويوم الجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا. وبينما ينشغل اللبنانيون بالاستعدادات لرمضان من جهة وبتشكيل الحكومة المرتقبة والأسماء التي ستشغل المناصب الوزارية السيادية، تفاجأ جمهور ومناصرو تيار المستقبل يوم أمس وقبله بقرار حل هيئة الانتخابات والمنسقيات في المناطق التابعة لتيار المستقبل واللي بيرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، وأيضا باستقالة رئيس مكتب الحريري ويدعى نادر الحريري، مما أثار الكثير من التساؤلات في الأوساط الشعبية. فانطلقت التحليلات تحت هاشتاج نادر الحريري تتكهن وتتوقع ما هي أسباب هذه الخطوة. في الانشغالات أيضا يوم أمس توفيت مي عريضة الرئيسة الفخرية لمهرجانات بعلبك الدولية عن عمر يناهز 92 عام، وهي التي أشرفت على هذه المهرجانات منذ أكثر من 50 سنة. على تويتر رثاها الناس وكتبوا إنها هي من صنعت عز بعلبك ومجدة، وأيضا تغريدات تودع المرأة المناضلة المكافحة والوجه الثقافي الذي أنار تاريخ لبنان العريق. بخبر آخر، دخلت الجامعة الأمريكية في بيروت كتاب جينيس للأرقام القياسية عبر صناعة أكبر علم لبناني مصنوع من دفاتر مدرسية. هذا المشروع عنوانه شارك العلم شير ذا فلاج، أعجب اللبنانيين كثيرا، وخاصة أنه سوف يتم التبرع ب60,000 دفتر مستخدم في صناعة هذا العلم على عدد كبير من المدارس اللبنانية الرسمية. إلى ذلك ينتظر مستخدمو تويتر في لبنان مؤتمر تويتر الأول بعنوان يلا نغرد Let's Tweet يوم الخميس المقبل لشرح وتوضيح أفضل الاستخدامات للتويتر والتدريب على التواصل الافتراضي واكتساب المهارات. يوم الممرضة العالمي لا يزال يتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وتحت هاشتاج يحمل الاسم نفسه غرد الناس بفضائل هذه المهنة التي تجمع الحرفية بالحنان، وهناك من كتب هنيئا لمن توج علمه وسنين عمره بإنسانيته، كم في ذلك من حب وقوة تحمل. بالتوازي انطلقت حملة التبرع بالمال للصليب الأحمر اللبناني تحت عنوان دعمك بيرجع لك، حيث يتوزع المتطوعون والمتطوعات على الطرقات في جميع المناطق اللبنانية ضمن حواجز محبة لجمع التبرعات. أشادت على منصات التواصل بالصليب الأحمر اللبناني كجمعية عابرة للطوائف والاعتبارات السياسية، ونقلوا عبارات بيرددها المتطوعون بالشارع إن شاء الله ما بتعوزونا. عفراء، بهذا الخبر أصل إلى ختام الجولة من بيروت، عودة إلى استديوهاتنا في دبي. شكرا لك تريسي. إذا في شهر مايو من كل عام تنتقل الأنظار والعدسات إلى مدينة كان الفرنسية، حيث الحدث السينمائي الأهم في العالم وهو مهرجان كان وسجاده الأحمر الحافل بالسحر. ومن بين أهم الأعمال السينمائية التي يقدمها المهرجان 2018 يكون السجاد الأحمر دوما موعدا للأناقة والفخامة، حيث تطل نجمات السينما بأبهى الإطلالات.
المدخنون من الشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بجلطات. ما هي الأسباب؟ الإجابة مع ضيفي في الاستوديو بعد الفاصل. أهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وصلنا وإياكم إلى حلقة جديدة من فقرتنا اليومية خطوة جريئة، والتي تسلط الضوء على أفكار شبابية ناجحة لاقت رواجا لدى المستهلكين، واليوم مشروع جديد تابعوا معنا. شيري سايكلز شركة بتهتم بصيانة الدراجات الهوائية لتبقى رفيقة وفية لأصحابها أو لأحد المحرومين من الحصول عليها. أنا اسمي زينة كنعان، صار لي 9 سنين بالإمارات، وأنا شريك مؤسس بشركة شيري سايكلز مع أختي اسمها رانيا كنعان. وقبل الإمارات كنا عايشين بكندا بمونتريال، وكنا هناك نسوق بسكليتات كل محل. فلما اجينا هون اول شيء اشتغلنا بشركات، وبعدين بدينا شركه. بعد 3 سنين الشركه سكرت، وفتحنا شركه شاري سايكلز، اللي هلا صرنا 4 سنين عم نشتغل عليها والحمد لله عم تكبر. هذول الهايف بار فريمز عاده بيجوا مع جير، والرجال عاده بحبوهم اكثر. اوكي. وبعدين اللو بارز عاده للستات هم. وبيعرفك على رانيا. هاي رانيا، شو اخبارك؟ رانيا الكو فاوندر، وهي بتعمل الميكانيكال ورك يعني تبعنا كله. تمام. كل واحد يعني بده يغير البسكليت او يصلحها تهتم فيها. بالضبط، من قلبي بهتم فيها. يعني هل في يقول انه طلعت فكره شاري سايكلز من يمكن تجربه شخصيه عشتيها انت واختك رانيا، او فكره بزنس؟ لا، هي ديفينتلي اول شيء بدت تجربه شخصيه. انا ورانيا بكندا كنا نركب على البسكليتات كل محل، نروح على الجامعه على الشغل. لما اجينا هون اكتشفنا انه ما في كثير سياكل، والشيء اللي اكتشفناه اكثر هو انه السياكل الموجوده هون كانت كثير غاليه، ومش باللون اللي تحبيه. فقررنا احنا نجيب بسكليت، وعلى البلكونه تبعتنا امنا تعلمنا على يوتيوب كيف نجدد نرمم البسكليتات، وصنعنا بسكليت جديد من بسكليت قديم كثير بشع. والبسكليت الجديد كان بالضبط اللون بدي اياه، وكنت كل ما اركبه الناس تحكي لي من وين هذا البسكليت. فهيك بدت هي، بدت انه بتقدري تعملي لي واحد؟ بقدر اعمل لك واحد. وإشي عن إشي جرتي بجرد بعدها. إيه. هلا مثل ما قلتي عملتيها مثل ما انت بدك. في كثير اشخاص بيحلموا كمان انه يكون عندهم البسكليت اللي هن بتعجبهم، فهل انتم بترمموا الدراجات الهوائيه بس على الشكل من برا، ام كمان الاشياء الميكانيكيه؟ لا طبعا الاشياء الميكانيكيه. احنا المحتوى من هذا البزنس هو انه احنا نجيب منتجات قديمه الناس رمتها ونعطيها حياه جديده، زي نعطيها قلب جديد. فبنشتغل على المظهر وبنشتغل على الداخل، على اساس انه انت بتقدري بدال المنتج ما يقعد 6 شهور هو بيقدر اكشلي يقعد معك 3 سنين. فانت بدل ما عم ترمي انت عم بتغيري طريقه استهلاكك، فعم نجرب ناثر بهاي الطريقه لحتى تشوفوها بطريقه جديده كانها جديده. بالضبط. والشيء الحلو بسياكلنا انه انت بتقدري تصممي بسكريتك اللي انت بدك اياه، فبتقدري تنقي من فوق 55 لون، بتقدري تنقي اذا بدك اياه شايني او اذا بدك اياه مات. عندك كثير خيارات عشان انت تصنعي بسكليت انت تحسي انه هو هذا البسكليت اللي ريبريزنت يو. يعني هلا اذا انا ما عندي بسكليت وحابه اشتري واحده جديده، كمان انتم بتامنوا هذا الشيء؟ هلا احنا في عندك اشياء، يعني يا انت عندك بسكليت قديم صار له قاعد بالجراج عندك سنين وعليه كثير غبره، بتعطينا اياه بنرمم لك اياه وبنرجع نبيعك اياه. او انه انت ما عندك بسكليت وحابه تركبي بسكليت، بس حابه تركبي بسكليت له ضمير زي ما احنا بنقول، تشتري منا بسكليت احنا بنجيبه من اللاندفيلز. وبس هم هدول الاشيين. وبعدين نشتغل كمان مع اوتيلات، بنعطيهم بسكليتات بكميات اكبر، وبيكونوا هدول عليهم البراندنج اللوجو تبع الاوتيل، يعني بيكون كثير كاستم للاوتيل. لو تخبرينا اكثر عن التشاريتي وتقدمه الدراجات الهوائيه للاطفال. احنا هلا لكل 5 بسكليتات بنبيعهم بنعطي بسكليت لطفل بمخيمات بحواري الشرق الاوسط.
فاللي عم بصير انه في كثير اطفال محطوطين بهدول المخيمات لا بيقدروا يتحركوا ولا بيقدروا يلعبوا وماخوذ منهم حقوق الطفل. فاللي احنا بنحب حبينا نعمله انه انا كثير اشتغلت بمخيمات قبل ما يبدا هذا البزنس، ولما تسالي طفل اذا بهلا بتحكي لي بدك شيء ايش بجيب لك، دائما بدهم بسكليت ما بدهم شيء ثاني، عشان بيعطيهم هذه احساس الحريه اللي احنا كلنا بنحس فيه والامتلاك لشغله بالضبط لهم، وبقدروا يتحركوا بقدروا يروحوا من محل لمحل. فاحنا بدينا هذا ككامبين اولتها انه نعطي بسكليتات، والطريقه اللي بنشتغلها هو بنروح على المدارس الموجودين بالمخيمات وبنشتغل مع الأساتذة أو مع NGOs موجودين على أساس إنه إذا الطالب يقعد أكثر بالصف بالمدرسة إذا بتفوق أسبوع عن أسبوع بمادة معينة بيربح بسكليت، عشان نعطيهم زي دافع إنهم يضلهم بالمدرسة ويضلهم يعني يدرسوا ويتحسن عشان تتحسن معنوياتهم وتتحسن كمان أفكارهم وإن شاء الله يصيروا يعني أكثر productive إن شاء الله. زينة، إذا لقيتوا مثلاً بالفيلد مثل ما قلتي لي كمان بتروحوا على الفيلد وبتنبشوا على الدراجات هول اللي بتبعون للأشخاص إيه؟ إذا لقيتوا شيء نادر أنتوا بتعرفوا إنه هيدا يمكن نادر وما موجود كتير صح. أكيد بيكون سعره أغلى من غيره صح. صح. هلا إحنا عنا كمان بسكليت نادرين وهم اللي بيكونوا لقدام، يعني إحنا كل البسكليتات نبيعها هي فينتج فهم أصلاً يعني إحنا بنعرف إنه أي المنتجات اللي كانوا فينتج عن منتجات اليوم كتير كتير الكواليتي تبعهم أعلى. زينة، بهيدي العملية كمان أنتم بتكونوا عم بتساعدوا بالمحافظة على البيئة وتنقية الهواء، هل عم بتفكروا تطلعوا خارج نطاق اللي أنتم فيه وتصيروا أكثر دولياً؟ طبعاً هلأ إحنا بنفكر بطريقتين، أولاً إحنا هذا الشركة اللي أسسناها بدبي إحنا كلنا بنعرف إنه الإمارات لسه هلأ عم تكبر بموضوع السايكلينج والبسكليتات، بس إحنا كتير حابين نطور هاي الفكرة وعن جد نعمل تأثير أكبر على التلوث والبيئة. فمصير احنا هلا عم نعمل زي احصائيه نعرف بالضبط لما انت تشتري بسكليت منا قد ايه عم بتساهمي بانك تساعدي بمحافظه على الستيل، قد ايه انت عم بتساعدي على الكربون دايوكسيد اللي بالتلوث البيئي. فبنقدر نطلع كل هدول الارقام وانت كشخص نقدر نقول لك قد ايه انت عم بتساهمي لتحسن الطبيعه. فدفنتلي بنطلع عليها بهاي الطريقه. والطريقه الثانيه هو احنا عم ندخل على برودكتس ثانيه ومنتجات ثانيه كمان بتساهم بنفس التحسين من حياتنا. شو اكثر الاوقات الحلوه اللي قطعتوا فيها مثل قصص نجاح ما بتقدروا تنسوها للي؟ يعني هم اغلبيه قصص النجاح اللي احنا قطعنا فيها كانت قصص سلبيه مش قصص منيحه، عشان هم هدول الاوقات اللي بالحياه لما تكوني انت حاسه انه الحياه رح تخلص هي اللي انت بتصيري تخترعي او تخلقي او تفكري برا اطار اليومي تبعك، فبتحسي انه انت كبني ادم قوتك ومعرفتك كثير اكبر من ما انت ايش تفكري هي، فبتصيري تامني بحالك اكثر. شكرا لك زينة. شكرا كثير. أجمل الذكريات بتشاركنا فيها دراجة ممكن يكون إلى دور ووجود بكل لحظة حلوة عشناها. تشيري سايكلز فكرة بتحاول تضمن حياة أطول للدراجة وأوقات مسلية للمحتاج وبيئة أفضل للكل. إذن المدخنون من الشباب أكثر عرضة للإصابة بجلطات قبل بلوغ سن 50 مقارنة بأقرانهم غير المدخنين، هذا ما خلصت إليه دراسة جديدة. وتربط الدراسات العلمية منذ وقت طويل بين مخاطر الإصابة بالجلطات وزيادة سن المدخنين، لكن الأبحاث التي تدرس حتى الآن هذه الصلة في حالة البالغين الأصغر سناً ركزت بالأساس على النساء. للحديث أكثر عن هذه الدراسة ينضم إلينا في الاستوديو ضيفي الدكتور نضال حباء أخصائي باطنية وقلبية. صباح الخير لك دكتور. صباح الخير، أهلين دكتور. يعني شفنا نتائج هي الدراسة ويمكن يعني اللي هي بتتلخص بأنه المدخنين إذا الأصغر سنا هن أكثر عرضة للجلطات القلبية. شو رأي حضرتك بنتائج هي الدراسة وشو الأسباب؟ الحقيقة أولا أصحح لك أنه أنا أخصائي جراحة قلب، واحد. اثنين، بالنسبة للدراسة الحديثة فعلا أشارت إلى أنه
العينة أخذت بحدود 619 شخص من المدخنين وحوالي 525 من الأقران والغير المدخنين اللي بيشابهون بالظروف، ووجدوا أنه في 88% زيادة إصابة دبحات قلبية أو حوادث وعائية قلبية من الغير المدخنين. هلأ ليش صارت عند الشباب أكثر من الذكور؟ ما هو مدروس بشكل ما معروف بشكل تماما التأثير، لكن التدخين هو أساسا بيأثر على بطانة الشرايين الإكليدية اللي بتغذي العضلة القلبية، وبيؤدي إلى نقص أكسجين، نقص تبادل الأكسجين عن طريق الإصابة الرئوية، وبيؤدي إلى تأثير مباشر على الصفيحات الدموية، مما يؤدي إلى زيادة حدوث الخثرات أو الجلطات وإغلاق الشرايين الصغيرة. عند الكبار لوحظ أنه هالأمر ما هو بهذا الوضوح. الأكبر سنا اللي هنا فوق 59 سنة وجد أنه الفارق بين المدخنين وعدم المدخنين، طبعا هي ليست أبدا دعوة للكبار السن أنه يبدو أنه يبدو تدخين، لكن وجد هذا الفارق. لكن في شيء كتير هام أنا بريد أنوه له، واللي بيتماشى مع النتيجة اللي خلصت عليها الدراسة. السيدات اللي بالدراسات الجديدة كلها ازدادت نسبة حدوث الجلطات عندهم في أعمار صغيرة، إذا كانوا من السيدات اللي بتناولوا حبوب منع الحمل في تنظيم النسل، فنسبة حدوث الجلطات كمان أكبر من السيدات اللي ما بيستعملوا هالطريقة وبيستعملوا طرق أخرى لتنظيم الحمل. يمكن لأنه الشرايين بتنفتح أكثر، أو شو هو السبب دكتور؟ الحقيقة هن الكونتراسيبتيف الحبايات المنظمة أو المانعة للحمل هي عبارة عن هرمونات. هرمونات نعم. تماما. فيبدو الهرمونات اللي عم تتاخد بشكل تمنع حدوث الحمل، يعني تمنع حدوث الإباضة، عم بيؤدي إلى تغيرات في البطانة، لأنه الموضوع كله يتعلق في بطانة الشرايين الإكليدية اللي هي أوريدي صغيرة، يعني بحدود 2 مليمتر إلى 3 مليمتر. بالإضافة لأنه تأثير التدخين على اليافعين الصغار السن مباشرة بيؤدي إلى ترسبات الدهون والدسم اللي هي نواة حدوث تضيق الشرايين الإكليدية. فهذا يبدو عامل كمان كتير مساعد كبير في حدوث التضيقات الشرايين الإكليدية والجلطات عند الشباب. نعم. طيب دكتور، يعني كمان الدراسة ذكرت أنه يلي بيدخنوا أقل، يعني 11 سيجارة أو أقل، هن كمان بتصير عندهم جلطات، ولكن بنسبة أقل من المدخنين الشرهين اللي عم نحكي مثلا علبتين أو ثلاثة باليوم، يعني ولكن يبقى دائما أنه الإقلاع عن التدخين تماما هو الحل الأفضل. صحيح صحيح. هلا الدراسه بتقول انه اللي المدخنين قليلا، وصنفوا انه 11 سيجاره هو قليلا نسبه حدوث الجلطات او الاصابات القلبيه بنقص الترويه، اقل من اقرانهم بالنسبه، اقل مما يدخنون التدخين الكثيف اللي هو علبتين مثل ما تفضلتي، اللي هو بيصل في حينه وقت بتقولي علبتين بيصير حوالي 20% خمس أضعاف الإصابة عند الأقران. نعم. تضاعف نسبة الإصابة إلى خمس أضعاف، بينما اللي بيدخنوا أقل ال 11 سيجارة، يعني هذا العدد السجائر اللي نعد باليوم أو أخذ بالدراسة، وجد أنه إصابتهم أقل، لكن بتضل أعلى من الناس اللي ما بيدخنوا. نعم. جوابي على كمالة السؤال تبعك أنه إذا تركوا التدخين بيستفيدوا ولا لا، وجد، وهذا خبر كتير يعني ببشر للناس اللي بيدخنوا، بعد سنتين تقريبا من الإقلاع عن التدخين بيرجع الشخص وكأنه لم يدخن أبدا، ما لم تحدث يعني تغيرات بنيوية غير عكوسة. لكن إذا تغيرات فقط مرضية وقابلة للعكس، بعد سنتين بيعود تماما ما في شيء، وبيبدأ التحسن، وتحسن بنسبة الحدوث الجلطات أو الخثرات في الشرايين بدءا من الإقلاع. نعم. والأشخاص اللي بيفشلوا بالإقلاع بقول لك أنه أنا والله جربت مرة ومرتين وما قدرت وعم. الحقيقة معظم الناس اللي أقلعوا أخيرا عن تدخين لم تكن التجربة الأولى لهم في الإقلاع. لذلك مطمئن للناس، وخلي اللي ما نجح في المرة الأولى والثانية والثالثة يعرف أنه اللي أقلعوا عن التدخين هن الناس جربوا كم مرة، وفي مرة من المرات أفلحوا، اللي هي مع الإصرار على ترك
التدخل. يعني مشان ما يستسلم الواحد، لأنه في البعض يمكن بيجرب مرتين ثلاثة وبيقول خلاص استنفذت محاولاتي. يعني خلي يطمنوا هالناس أنه أولا كترة عدد البرامج اللي مؤسسات الصحية والتوعية اللي بتحطها لترك التدخين ومساعدة الناس على الإقلاع يدل على أنه صعب. لو كان سهل كان في طريقة واحدة والناس كلها بتتبع. وجود عدة طرق وعدة أشكال للترك هذا يعني أنه معقد الأمر وصعب على الناس كلها، وبالتالي لا يستسلم الشخص لعدم صعوبة تركه للدخان. وكل شيء ناس بيعرفون أنه تركوا الدخان غالبا غالبا هن ما أول مرة، أول مرة تركوا أيام، مرة تركوا أسابيع، مرة تركوا أكثر، لكن بالنهاية الإصرار هو اللي بخليهم ينجحوا في. طيب ذكرت حضرتك دكتور أنه الإنسان بيبدأ بيتحسن يمكن بعد أيام قليلة فورا. صحيح. بتبلش. صحيح. التأثيرات، شو هي أهم التأثيرات يلي بتلاحظ على الشخص مثلا بعد أيام أو أسابيع تدريجيا؟ هلأ أول التأثيرات هي عدم تعرض النسج المختلفة في الجسم للمادة اللي هي النيكوتين والقطران والتار، ووجود الدخان بشكل كثيف في الحويصلات الرئوية اللي بيمنع تبادل الأكسجين. الحقيقة أهم مادة بتحتاج الخلايا هي الأكسجين، بتحتاج للأكسجين وبتحتاج تطرح CO2، والمنفذ الوحيد اللي بيجي منه هذا الموضوع هو عن طريق الأسناخ الرئوية. فلما أنت بتملأ المجاري التنفسية بالدخان اللي هو بيؤدي إلى تشنج القصبات وبيؤدي إلى تشكل المفرزات اللي بتمنع التبادل الحر والمريح بين المجرى الدموي والهواء، هذا يعني أنت لما عم تمنعه رأسا عم بتبلش تعطي أكسجين جيد للنسج، عم بتعمل ريفرشمنت للجسم كله. ف تبدأ من هون الحياة. أول شيء ما بتبلش هي عن طريق التبادل الغازي بين الهواء الموجود بالرئتين والدوران الدموي، وبالتالي تحسين التغذية بالأكسجين لكل النسوج. دكتور مع قدوم شهر رمضان هلأ يعني بعد أيام قليلة يمكن في كتير ناس بتتشجع أنه تقلع عن التدخين، هل برأيك أنه ممكن هذا الموضوع وشو نصائحك لإلهم؟ وارد جدا الحقيقة أنه الإقلاع لفترات طويلة طول النهار تارك التدخين هذا بيسهل. هلأ قد يكون مدعاة عند بعض الناس اللي لسه بتكون إرادته ضعيفة لسه ما مقرر يترك أنه بيبدأ بفطر على السيجارة أو حتى بس أخذ السيجارة ما عاد تفرق معه، لكن مثل ما تفضلت يعني الإقلاع لمدة ساعات طويلة أولا بيكسر العادة النمطية الموجودة اللي هي كتير من المدخنين بيلحظوها. وهلا بدي أقول ملاحظة أنه كتير مدخنين بيعرفوا أيام بيشعل سيجارة جديدة وسيجارته شاعلة بالنفاضة موجودة. هذا يعني أنه مو بحاجة للسيجارة، هو عداد أنه يشعل سيجارة. كتير من الأحيان بيشعل سيجارة لأنه بدي يضيف رفيقه سيجارة أو رفيقه لأنه بدي يضيفه ضيفه بديضيف. ففي عدد من السجائر اللي بيتم استهلاكهم أو تدخينهم هن بلا داعي حتى الجسم ما هو طالب طبعا على فباعتقادي الساعات الطويلة من ترك التدخين يعني مشجع كتير كبير، خاصة إذا واحد دار للأكل الصحي ولأجراء رياضة شوي وتبع البرامج اللي دايما الوسائل الإعلام مختلفة وانتم منهم بتشجع الناس. نعم. على أنه الأكل الصحيح والأكل الجيد وعدم. نعم. اللجوء للسوائل الكتير، يعني في عندكم نصائح كثير في هذا الإطار بما فيها الإقلاع عن التدخين يعني. نعم. تفرغوا للعبادات هالشهر. نعم دكتور نضال، حابة اسمح لي أنه أشكرك كثير على هالمعلومات المفيدة يلي عطيتنا إياها ضيفي في الاستوديو. إذن كان معي دكتور نضال حابة أخصائي الجراحة القلبية. إذن مشاهدينا في موضوع آخر، 6 كارت فرقة رقص تايوانية إلى أنها ليست كباقي الفرق، إذ أن جميع أعضائها تجاوزوا 70 من أعمارهم ومعظمهم يعاني من مشاكل في الركبة أو هشاشة العظام، إلى أنهم لا يزالون يستمتعون بالرقص كل أسبوع.
وهيك مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية برنامج اليوم. دائما منذكركم بإمكانية الاطلاع على كل الأخبار يلي عرضناها ضمن البرنامج على موقع أخبار الآن www.akhbaralan.net. ترقبونا بيوم جديد ولقاء جديد غدا إن شاء الله. مع السلامة.